مرحبا بكم في فيديونا الجديد الذي سنتحدث فيه عن دودة الموت المنغولية المرعبة التي تعيش تحت رمال الصحراء. تعتبر هذه الدودة واحدة من أكثر المخلوقات فتكا وخطورة في العالم، وتعيش في مناطق مختلفة من آسيا وأفريقيا. تعيش دودة الموت المنغولية في الأعماق الكبيرة تحت الأرض، وتحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة وبيئة جافة للعيش والتكاثر. تعتمد هذه الدودة على الحركة السريعة والمفاجئة للهجوم على فريستها، وتستخدم أسنانها الحادة والقوية لاختراق الجلد واللحم. تصل حجم دودة الموت المنغولية إلى حوالي متر واحد، ويمكنها أن تهاجم الحيوانات الكبيرة مثل الغزلان والجمال وحتى الإبل، وتستطيع أن تختفي بسرعة تحت الرمال بعد الهجوم. تعتبر دودة الموت المنغولية مخيفة حقاً، وتعتبر تحدياً للباحثين والعلماء حيث أنه من الصعب العثور عليها ودراستها في بيئتها الطبيعية. لكن يبدو أن دودة الموت المنغولية ليست مهتمة بالحيوانات فقط، بل تهاجم البشر أيضاً. توجد قصص عديدة عن هجمات هذه الدودة الرهيبة على البشر، وتقول الأساطير المحلية في آسيا أن الدودة المنغولية تتغذى على جثث البشر الميتة تحت الرمال. ومع ذلك، فإنه يمكن أن تهاجم الدودة البشر الأحياء إذا كانت مضطرة للبحث عن طعام. في النهاية، تعتبر دودة الموت المنغولية واحدة من أخطر المخلوقات في العالم. أحد الروايات عنها كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء عندما قررت شاد الذهاب في رحلة صيد ليلية في صحراء غوبي في منغوليا. كان يأمل في العثور على فريسة كبيرة ليتمكن من تناول وجبة شهية في ذلك الليل، ولكنه لم يكن يتوقع أن يصادف دودة الموت المنغولية الشرسة التي ستغير مسار حياته إلى الأبد. بدأت شاد البحث عن فريسة مناسبة وسط الرمال العميقة، ولم يمض وقت طويل حتى وجد غزالا كبيرا. لحظة واحدة كان يستعد لإطلاق النار على الغزال، ولكن في لمحة بصر خاطفة رأى شيئا يتحرك بسرعة تحت الرمال. وقبل أن يتمكن من فهم ما يحدث، تم سحبه بقوة نحو الأسفل وسط الرمال. كان شاد في حالة من الذعر، لم يكن يعلم ما حدث، ولكنه شعر بحركة في الأسفل. ثم بدأ يشعر بألم شديد في قدمه، وكانت الدودة المنغولية قد بدأت في ابتلاعه. حاولت شاد الصراخ والصراخ للمساعدة، ولكن لا أحد كان حوله. بدأت الدودة المنغولية في العمل على ضحيتها الجديدة، وبدأت بالتهام اللحم والعظام بسرعة كبيرة. كان شاد يشعر بالألم الشديد والصدمة، ولكنه كان عاجزاً عن الهروب من الدودة المنغولية المروعة. بعد ساعات من الألم والعذاب، تم العثور على تشاد في اليوم التالي، ولكن كان قد فارق الحياة بالفعل. تشاد كانت فريسة سهلة لدودة الموت المنغولية، ولم يكن بمقدوره الدفاع عن نفسه ضد هذا الوحش الشرس. باختصار، قصة تشاد ودودة الموت المنغولية تذكرنا بأهمية الاحترام والتعايش مع الطبيعة، وضرورة توعية الناس بمخاطر الكائنات الحية الموجودة حولهم. وعلى الرغم من مصير تشاد الرهيب، إلا أنها أدت إلى التحسينات والتغييرات الإيجابية في المجتمع المحلي والبيئة المحيطة به. لذلك، فإن الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية يجب أن يكون من أولوياتنا البيئية للحفاظ على مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.